هكذا تبدو كدقلي من على البعد، جبال وخضرة ومنازل وماشية تهيم على وجهها في مناكب الأرض الزلول، تأكل مما تنبت خيرا ونعيما وفيرا. القبائل والإثنيات تتعايش وتتواصل فيما بينها، متقاسمة الأرض والماء والكلى، ومعتصمة بحبل الوحدة والتماسك. هذه الجبال التي تكاد تسد الأفق عرضا وطولا تقودنا شرقا إلى واحدة من أعرق المناطق التي تنتمي إلى ريف كادوغلي، ألا وهي مناطق الكيغا، والتي يمثلها هذا الجبل. فالشاهد أن قبائل جبال النوبة اشتهرت بأنها تأخذ اسمها من اسم الجبل الذي تحتمي به، وتستمد منه الكثير من القيم والمبادئ الداعية إلى الشموخ والكبرياء والاعتزاز بالنفس. والكيغا اسم لنبات شوكي يعرف محليا بالدريصا، وتتوزع الكيغا لعدة مجموعات. ورغم توزع الكيغا إلى هذه المجموعات الخمس، إلا أنها متوحدة في الدم والعادات والتقاليد، وهو أمر شجع أبتصر لنشاط من زراعة ورعي. توثقت هذه الأواصر بفعل الحراك الثقافي من خلال تبادل الرقصات والموروثات الشعبية. فالكيغا وبحكم العلاقة أصبحوا يمارسون بعض الرقصات العربية كالمردوم والمحبوس، في وقت تمارس فيه القبائل العربية رقصة الكرنج والسركلة. وتمثل هذه الرقصة المعروفة عند الكيغا بالكونج، تمثل واحدة من أهم الألعاب الشعبية التي تمارسها القبيلة في فترة الحصاد. ورقصة الكونج تشاركية يمارسها الجميع رجالا ونساء، وتقوم على تحريك اليدين وضرب الأرض بالرجل بخفة ورشاقة تتماشى مع مضامين الغناء. ومع رقصة الكونج تتميز قبيلة الكيغا برقصة أخرى يطلقون عليها اسم السركلة، لا تختلف مضامينها عن سابقتها فيما يتعلق بها، غير أن الفترة التي تمارس فيها رقصة السركلة تبدأ مع بداية فصل الخريف أو فترة الرشاش كما تسمى محليا. وفي رقصة السركلة تتبدى بعض ملامح القوة والعنفوان من خلال الحركة وهزة الجسم، ومن ثم ضرب الأرض بكلتا الرجلين، مما يجعل الرقصة أقرب إلى الكرنج مع اختلاف المضامين والإيقاعات. هكذا تزيد الحكامة من حماس الراقصين الذين ينسون أنفسهم في غمرة الرقص ونشوته. تزداد قوة الدفع والحماسة في نفوس راقصي السركلة عند قبيلة الكيغا عند وجود النحاس الذي له أبعاد ودلالات أخرى. وهكذا تبقى الثقافة واحدة من أهم ممسكات الوحدة والتواصل مع الآخر. إسماعيل كيسو، منطقة الكيغا، جنوب كردفان.